السيدة عطيات خطاب أرملة الراحل العظيم أحمد رامي، اسمحي لي أولا أشكرك أنك قبلت دعوتنا أنك تكلمي معنا، لأنه إحنا بنتكلم عن سيرة أم كلثوم. حضرتك كنت من معجبات أم كلثوم؟ آه طبعا كنت من معجبات جدا. إلى أي مدى كنت بتتابعي كل حفلة؟ آه كل حفلة، يعني في البيت أنا ما كنتش بروح غير قليل خالص. أبدا أبدا. الأستاذ رامي لما كان بيكتب أغانيها هل كان بيعرضها لحضرتك؟ آه كلها؟ آه كان بيقول لي إيه رأيك في الحتة دي؟ كان بيبقى لك ملاحظات؟ ملاحظات ساعات في الكلمات؟ آه ساعات حتى كلمة كده يقول لي مش عارف أجيبها، يعني يمكن بالصدفة أنا عارف أجيبها. آه بالمناسبة الأقلام الصغيرة الغريبة الشكل دي أنا بشوف إنه بيكسر القلم نصين، ليه كان بيعمل كده؟ كان عشان يبقى جاهز في أي وقت يجيله خاطر يروح كاتب. تم يكتب بقلم حبر؟ لا بس ده جاهز حتى في جيب البيجامة. يعني لا بيكتب بقلم حبر ولا بقلم جاف؟ لا هو بالقلم الرصاص. اه الرصاص. أحلى غنوة لأم كلثوم من كلمات الأستاذ رامي كانت إيه بالنسبة لك؟ بالنسبة لي سهران، سهران لوحدي. سهران لوحدي؟ اه. إشمعنى يا فندم؟ معرفش إذا كنت أنا فضولي يعني الناس قال أبداً. هي تلحينها حلو قوي قوي. وكلامها كمان بيعجبني قوي، فيها فكرة بالنسبة لي. كنت حابة التعاون مع الصنباطي ولا مع الأصابجي أكتر؟ لا أنا ما وعدتش على الأصابجي قوي يعني. كل الحاجات دي كان قبل ما اتجوز اللي لحنها الأصابجي. نعم بقى أكتر حاجة بقى رياض الصنباطي. أنا كنت بسأل المهندس توحيد كان بيقول لي أن أم كلثوم كانت بالنسبة للرامي ملهمة، أنا نفسي أسمع تعليقك وهو تعليق أمين. صح يعني ملهمة طبعا. أنا محترم شجاعتك على أي حال، يعني شجاعة زوجة عظيمة كانت وراء شاعر كبير. تفتكري مين أعطى التاني شهرة أكتر، أم كلثوم اللي أعطت رامي ولا رامي اللي أعطى أم كلثوم؟ والله يتهيألي هما الاتنين مكملين لبعض. أنا ما كنت بقول له أنت شهرتها قوي، يقول لي هي كمان ادتني، يعني هي كمان ادتني زي ما أنا اديتها شهر. حضرتك كنت بتعتبري أنه أحمد رامي هو بيكتب كل ما يكتبه ده، كنت بتبقي سعيدة بكتاباته العاطفية دي؟ يعني ما بزعلش، كنتش ببقى زعلانة عشان في حاجات بتبقى فكرة تجيله في أي وقت، يعني زي مثلا ما محمد كان صغير وبقول له ده النوم بيلعب في عينيه فكتب النوم يلعب. محمد ابن حضرتك؟ محمد ابن الكبير. يعني كان الإلهام من الملاحظة دي. من الملاحظة مثلا، يعني مش شرط يكون عشان يعني حب وحاجات كده. جددت حبك ليه كانت غنوة من أغانيه الحلوة، إحساسك بيها كان إيه؟ ايه يعني بس أحسن. غنوة يعني بتعتبريها زي أغاني كلها؟ كانت واحدة من الأغاني الحلوة يعني. طب الشعر الفصيح كان رامي عظيم فيه؟ جدا جدا. رباعيات الخيام كنت تحبيها؟ قوي قوي قوي. أحلى بيت فيها بتحبيه إيه؟ أنا مش فاكرة. مش فاكرة، لكن ليه حبيتيها قوي؟ هي فيها يعني فكرة هو كاتبها عمر فلسفة. الخيام فلسفة. نعم نعم. هو وانت عارفه حضرتك انه ترجمها هو عن الفارسيه. طبعا. كان بيقول لي توحيد ان هو اصر على انه يتعلم الفارسيه عشان خاطر هذه الغنوه. اول ما جت البعثه دي قال ضروري اتعلم فارسي عشان انا عاجبني الراجل ده قوي. لما كانت بتغني ست ام كلثوم في حفلاتها الشهريه في اول كل شهر كان بيبقى حاله البيت ايه باعتبارك سيده البيت وطبعا بتعيشي كل تفاصيله وقلقه؟ حاجه عادي يعني مش زي ما بنسمع وبنقرا انه كان هناك قلق شديد والبيت معرفش ايه. مش صحيح الحاجات دي كلها. مش صحيح طبعا. هو بس كان بيعمل ترتيبه اليوم ده ينام كويس فيه ويصحى عشان يبقى رايق كويس. قولي لي يعني كده صحيح كان بيفصل بدله جديده؟ مش كل مره هيفصل. مش كل مره. يعني. امال كان بيفصلها امتى؟ يعني من وقت لاخر. اصل سمعت مره ان هو كان بيفصل بدله باستمرار في كل حفله. لا مش كل شهر. مش كل شهر. لا بس كان بيبقى وهو كان انيق يعني في الحقيقه. انا عارف طبعا. وافتكر يعني كانت اناقته مش بس اناقه في الملابس، في الكلمه وفي المعنى وفي الاحساس. كله حقيقي. تفتكري حد قدر بعد الاستاذ رامي يكتب؟ انا عايز رايك الصريح كمتذوقه مش كارمله احمد رامي. يعني في ناس برضو بتكتب بس يعني شتان بين كلامهم وكلام رامي. شتان. شتان.